السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي بداية من اليوم السبت بإذن الله تعالى 2/4 إبريل 2022، 1 رمضان، كل عام وحضراتكم بألف خير. متابعين الكرام، اليوم بإذن الله تعالى أول مباراة معانا مباراة سيبيزيا أمام فينيسيا. المباراة معاها الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا أمس بتوقيت مكة المكرمة، والقناة الناقلة للمباراة قناة الرابطة الإيطالية اللي هي يوتيوب الدوري الإيطالي، هي دي القناة الناقلة لكل المباريات أو 5 مباريات يعني من ال10، الرابطة الإيطالية أو يوتيوب الدوري الإيطالي. المعلق خالد الغول، والله واضح إن هي بقت تذيع كل المباريات باين. متابعين الكرام، بعد كده لاتسيو هتلعب أمس سولو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و7 مساء بتوقيت العراق عشان في ناس بتشجع لاتسيو من العراق، والساعة أيضا 5 مساء بتوقيت تونس والجزيرة والمغرب على قناة يوتيوب الدوري الإيطالي على اليوتيوب والمعلق غازي العمري. بعد كده سالرنتانا هتلعب أمام تورينو الساعة 8:45 دقيقة أو 9:15 مساء بتوقيت مصر، والساعة 9:45 دقيقة أو 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة على يوتيوب الدوري الإيطالي أو قناة ليجا سيريا إيه على اليوتيوب والمعلق ميشيل سعد. متابعين الكرام، بإذن الله تعالى يوم الأحد 3/4/2022 3 إبريل 2022 عندنا 3 مباريات. فيورنتينا هتلعب امام امبولي الساعه 12:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، 1:30 ظهرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه، 11:30 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه يوتيوب الدوري الايطالي ليجا سيري على اليوتيوب والمعلق خالد الغول. بعد كده اتلانتا هتلعب امام نابولي، مباراه قويه ما عدا الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن، والساعه 5 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 1 ظهرا بتوقيت جرينتش موريتانيا. القناة كل مباراة اتلانتا ونابولي يوتيوب الدوري الايطالي وليجا سيريا على اليوتيوب والمعلق ميشيل سعد. اودينيزا هتلعب ام كاليري في نفس التوقيت الساعة 3 عصرا من توقيت مصر، 4 عصرا من توقيت مكة المكرمة على يوتيوب الدوري الايطالي والمعلق غازي العمري، مش عارف الاثنين هيتذاعوا في نفس الوقت ازاي بصراحة. سامبدوريا هتلعب ام روما الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة ايضا قلنا 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 4 عصر مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. القناة كلها قناة الرابطة الإيطالية يوتيوب ليجا سيريا على اليوتيوب والمعلق خالد الغول. يوفنتوس هتلعب أم إنتر ميلان، مباراة قوية جدا ما عدا الساعة 8:45 دقيقة يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 9:45 دقيقة يعني 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن، والساعة 10:45 دقيقة يعني 11:15 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعة 6:45 دقيقة او 7:15 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا، والساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. قررنا كل المباراة يوتيوب الدوري الايطالي ليجا سيريا على اليوتيوب والمعلق المتألق فهد العتيبي. يوم الاثنين باذن الله تعالى 4/4/4 ابريل 2022 عندنا اخر مباراتين، هناس فيرونا تلعب امام جنوا، المباراة ميعادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ليجا سيري على اليوتيوب والمعلق محمد ابو كبدة. وميلان هتلعب ام بولونيا الساعة 8:45 دقيقة عن 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، نفس التوقيت بتاع يوفنتوس وانتر ميلان اللي انا قلته من شوية، والساعة 9:45 دقيقة عن 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 دقيقة عن 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على ليجا سيري على اليوتيوب والمعلق المتألق خالد الغول. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، توقع لي مباراة يوفنتوس وانتر ميلان ومباراة أيضا اتلانتا ونابولي. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.